يعني انا صار علي سنه كامله. علي المديره والاداره والمدرسين هم كانوا نفسهم ما تغيروا؟ المدير غيروه على اساس عقوبه على نفس الكلام. لا انا مو هذا اقصد، اقصد انه من كنت بالرابع هو نفسه اللي استمر وياك بالخامس. نعم نعم. وبالسادس؟ نعم جديد. الجديد المدير كل يوم جديد. يعني هو الجديد اللي كشف هذا الخطا اللي صار. لا لا ست المشرف. المشرف زين. المشرف بما انه هي مصححه وبالسجلات شنو اللي اكتشفها؟ يقول شفتها بالدفتر حسب قوله هو. انا ما طبعا هذه جائزه انه لما يستعترض وتطلع يقول يعني هو يقول هو الحكي انا ما ادري عند يقول امس متلاعبين بالدفتر. قلت له انا متلاعب؟ قال يجوز مطرشوه. قلت له انا ما مطرشوه، شنو انت اللي دليلك علي؟ نعم. قال يجوز متلاعبين بالدفتر. قلت له يعني الدفاتر انا اقدر اطب عليها او سجلات انا اقدر اغيرها؟ هذا مو شغلي. هاي مو شغلتي، شغلة إدارة. إذا خطأ إدارة تتعاقب إدارة، مو تعاقب طالب. نعم. هو هذا اللي إحنا جينا بيه. التصحيح بسجلات التربية. سجلات الإدارة. سجلات والتربية. والتربية. التربية السجلات تبقى بال. أعرف بالتربية. ولكن هذه ترسل إلى التربية. راسليها نفس الشيء. نعم. بس السجلات الأساسي يسموها. نعم. والوسط والقيد موجود. ناجح ابني بيه بالتربية. دققت انه نفس الدرجة اللي هي 50 لا لا من صححوها موجودة موجودة ثابتة ومصورينها وموجودة هاي مصححة. اي مصححة بس هم يقول ها متلاعبين بيها. قلت له انا ما اتلاعب بيها سجل عزيزي. طيب شلون دخلت انا اقول لك هذا اذا تلاعبت بيها انا اعترضت اعتراض رسمي. يعني دخلت بباب طبيعي رسمي. طبيعي 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 طبيعي. يعني هاي كل طالب انا كل سنة مرات يطلعون اوراق الاعتراض عندك. الاعتراض تكتب اسمك ستنا العزيز. نعم. تكتب اسمك اعترض ابني فلان على اعتراض على هذه الدرجة. يعني ماكو شيء ياخذهم ويمهم سجل عندهم. ما عندهم يعني موجودين هسا اكو همينا واحد من الطلاب جوا مصعد ويانا. نعم. اعترضنا اعتراض رسمي وبلغونا ناجح. زين انا شنو ذنبنا احنا؟ شنو ذنب ابني؟ لا طبعا طبعا طبعا. زين لا حد يستقبلنا نحكي ولا نعم. شكوى. نعم. اشتكينا. الان يعتبروه هو غاش. او مثل يعني مطير رشوه. اي زين انا انت شنو دليلك عليه انا مطير رشوه غير اكو دليل؟ نعم. ستنا هسه اي قاضي يريد يحكم. نعم. راح على دليل. زين مو صحيح ولا اكيد اكيد. وحتى لو يصدر حكم على هالشخص هذا اكو استئناف اكو تمييز احنا ماكو. انت ما يقول لك عليك الدعوه حاليا. الدعوه مو عليك. لا. التحقيق سووه ويا المدير وال ابد ما احنا ما ندري بيه العزيز. يعني أبد. التحقيق صار ويا ويا الاداره. الاداره اي ما ندري بيها طبعا. هم يقولون. نعم. زين ستنا العزيز الراجع قسم الامتحانات يقول هذا مصدق بعد لا وزير ولا رئيس وزراء هم اللي يحشون عليه على قولهم. ما حد يلعب بيها بعد. هذا التحقيق صدق عليه بعد ما يصير له اي شاره. انا محاججته قلت له هسه اعتبرني اني كاتل واحد والله بهذا او نعم. سارق. نعم. هم الحق القاضي هم عندي استئناف. نعم. مو تمييز. نعم. شنو ما حد يصير قال ايه هاي قطعي ما حد يقدر يتدخل بي وما ما حد يعطينا مجال نحكي.